من الأمراض المنتشرة في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي مرض الجديري المائي. ناس كتير وأمهات كتير بتكون خايفة على ولادها، بيجي منين أسبابه، علاجه إزاي، نحافظ على ولادنا، وفي كده شوية أفكار يعني خاطئة عارفينها عن الجديري المائي، هنعرفها طبعا بشكل تفصيلي ويعني نصحح المعلومة. معانا عبر الهاتف دكتور إيهاب ويليام، استشاري الأطفال وحديثي الولادة. برحب بحضرتك يا دكتور إيهاب. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بمشاهدين ميساد كلهم. منورنا يا دكتور، اهلا بحضرتك معانا. يعني بحضرتك. من الامراض اللي بتكون مقلقه جدا للامهات هي الجديري المائي، لانه بيكون فيه سرعه عدوى، فاحنا بنبقى خايفين طول الوقت. بدايه خلينا نعرف من حضرتك اسباب الاصابه بمرض الجديري المائي ممكن تكون ايه. هو الجديري المائي مرض فيروسي بيجي بفيروس اسمه باريزيلا زوستر، مش مهم الاسم طبعا بالنسبه للساده المشاهدين. بيتميز الفيروس دوت بانه شديد الانتشار، والعدوى بيه سهله جدا جدا، لدرجه ان احنا بنتكلم ان تقريبا 90% من المخالطين للطفل لو ما عندهمش اجسام مناعيه من الجديري او اخذوه قبل كده او اخذوا التطعيم بتاع الجديري المائي ممكن يصاب 90% من المخالطين له. طبعا ده رقم كبير جدا. طيب انا بس عايزه حضرتك تعالي صوت حضرتك شويه، يعني معلش عشان يعني نسمع حضرتك بوضوح اكتر ونعرف من حضرتك الاعراض اللي ممكن تظهر على ابني او بنتي اعرف ان ده جديري مائي، لانه طبعا بدايات ظهوره ممكن تتشابه، ان هي ممكن نفكر فيها ان هي قرصه ناموسه، قرصه حشره، فاحنا مش عارفين ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على اولادنا نعرف ان ده جديري مائي. الاعراض اللي بتميز الجديري المائي هي اعراض الجلديه، اللي هي عبارة عن حبوب منتشرة في الجسم بتبدأ تقريبا في منطقة الصدر والبطن والظهر، ودي البداية بتاعتها. الحبوب دي بتبقى فيها زي نسبة مية معبية، مية زي ما بيتقال كده، وبعد كده بتنتشر خلال الجسم كله، الايدين والرجلين، الوش، فروة الرأس. أحيانا بتوصل إنها تعمل حبوب جوه الفم، جوه بق الطفل، وممكن احيانا بتصيب الاغشيه المخاطيه في العين او في الانف من جوه. مدى انتشار الحبوب دي يا دكتور، يعني بتكون سريعه الانتشار ولا بتظهر الاول في البطن والصدر وبعد كام يوم بتبدا تنتشر في الجسم؟ لا، سريعه الانتشار جدا. سريعه الانتشار جداً. هي بدايتها بس بتبقى كده، لكنها بتصيب الجلد وممكن توصل ان احنا لو حبينا نعد يعني ممكن توصل من عشرات لمئات الحبوب اللي موجوده. كويس، ممكن توصل من في بعض الحالات الشديده ما بين 300 ل 500 حبايه موجوده في الجسم كله. يعني ممكن نعد فنعرف كده ان خلاص ده، نتاكد ان هو جديري. احنا معانا صور على الشاشه دلوقتي ان الوش كله مليان حبوب، مش هتحتاجي تعدي، بس هي بالمنظر دوت حبوب معبيه ميه، وده المنظر الاساسي للجديري المائي، بجانب بعض الاعراض الثانيه اللي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. على سبيل المثال الطفل يبقى تعبان، همدان، في سخونه طبعا، في صداع، في الم في المفاصل، في رفض للاكل، بس كل الحاجات دي حاجات تتشابه مع امراض ثانيه، لكن المميز ليه جدا هو الحبوب او الاعراض الجلديه. صحيح. اللي بتنتشر في منطقه البطن والظهر وبعد كده بتنتشر على كل الجسم. تمام. طيب قبل ما اتكلم مع حضرتك يا دكتور عن طرق العلاج، في كده شويه افكار خاطئه لما بنكون عند ولادنا الجديري المائي او المرض ده، يعني بيكون في شويه افكار مش عارفين صح ولا غلط. طبعا. منها مثلا انه ما ينفعش الطفل ياخد شاور او يلمس او جسمه يلمس الميه، ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ لا دي معلومه خاطئه جدا. الطفل وهو عنده جديري مائي مفيش مشكله خالص انه يستحمى حتى كل يوم. بالعكس، الحموم والميه البارده شويه او الميه اللطيفه بيبقى لها تاثير في موضوع الهرش اللي ممكن يصاحب الطفل، لان احنا لازم نفهم ان الطفل كل ما بيهرش الحبوب دي هو بينشر العدوى ليه هو، يعني الجسم بتاعه العدوى بتاعته بتزيد، والفيروس نفسه بينتشر اللي حواليه، سواء بان هو لمس ايديهم في تلامس او ان الفيروس ورذاذ الفيروس بقى في الجو وانا اتنفست، فممكن يجي لي العدوى من الحبوب اللي موجوده. فلا، لو سمحتوا نستحمى عادي خالص، ودي معلومه خاطئه ومعلومه قديمه جدا، اعتقد ناس كتير دلوقتي عندها المعلومه الصح. صحيح. ان هو الطفل بيستحمى كل يوم. طيب من الحاجات اللي بتكون مقلقه جدا للامهات لو عندها كذا طفل وواحد منهم جاله الجديري المائي، بتبقى خايفه جدا لانه احنا عارفين ان هو سريع الانتشار وسريع العدوى، ان هي تحمي ولادها التانيين، تعمل كده ازاي يا دكتور؟
هو أول حاجة نعملها لو قبل ما الطفل يصاب أصلا، ولو قدرنا ندي للطفل تطعيم الجدير المائي ده اللي داخل جرعتين، هو ليهم تأثير جامد جدا وحلو جدا إن الطفل ما يجيلوش العدوى أصلا. ولو فرضا إنه في مدرسة أو في حضانة أو في مكان زحمة وأخد عدوى من طفل، بتيجي الأعراض خفيفة جدا تكاد تكون مش واضحة أصلا. ده لو كان واخد التطعيم. ده لو كان واخد التطعيم. فالأعراض بتيجي أقل. تمام. بتيجي أقل طبعا. لو مش واخد التطعيم وعندنا طفل مصاب في البيت، يفضل ان احنا نبعد عنه الاطفال التانية، علشان احنا بنقول ان كل طفل ممكن يعدي اللي حواليه، فاحنا كده بنساعد ان الموضوع ينتشر. صحيح. وممكن طفل لا قدر الله تبقى مناعته قليلة، او ام مناعتها قليلة، او ام حامل في اي مكان تاني ممكن تصاب. كويس، خاصة لو عرفنا ان احنا الفترة حضانة المرض فترة طويلة مش فترة قصيرة، يعني المرض الطفل مش بيتعدي النهاردة بتظهر عليه الأعراض بكرة. صحيح. لا، ده فترة حضانة المرض بتوصل تقريبا ممكن لغاية 3 أسابيع، من 10 أيام ل 21 يوم قبل ما الأعراض تظهر في الطفل. فالفترة دي فترة طويلة، ممكن الطفل يبقى قبلها بيومين ثلاثة قبل الطفح اللي يجيله معدي وإحنا مش واخدين بالنا. طبعا. طيب هتكلم مع حضرتك بقى بشكل تفصيلي عن طرق العلاج، وحضرتك بتقول انه المرض عشان يظهر بياخد اسبوعين ثلاثة، فاحنا ازاي ممكن يعني قبل ما يظهر المرض بشكل كبير نقدر نعالج او نمشي في خطوات العلاج؟ المرض مش هيتعرف حضرتك غير لو الطفح الجلدي ظهر. لازم يكون في طفح جلدي. قبل الطفح الجلدي ما قبل الطفح الجلدي ما يظهرش، لو ما ظهرش محدش فينا عنده القدرة على التنبؤ ان في هيحصل جديري او لا. تمام. فخلينا نعرف، مش هنعرف نعمل حاجه غير لو الطفح ظهر. بس الطفل قبل الطفح كمعلومه للامهات، هو بيفضل يومين قبل الطفح ممكن يبدا يعدي الاطفال اللي حواليه ولسه ما فيش طفح حصل. وفتره العدوى برضه عشان دي نقطه مهمه يبقى الامهات عارفاها، لغايه ما الحبوب كلها اللي موجوده في جسم الولد تنشف وتقشر وما بقاش فيها ميه، لغايه ما اخر حبايه يحصل فيها كده الولد بيفضل معدي. ومجرد ما الحبوب نشفت خلاص احنا 24 ساعة الطفل مبقاش معدي خلاص. يعني لازم ناخد حذرنا لحد ما الحبوب دي تنشف خالص، مش مجرد ان احنا قاعد فترة عزل مدة معينة فخلاص يلا اطلع مع اخواتك. لا 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 لا، لازم الحبوب تنشف، وهي بتنشف في وقت تقريبا 6 أو 7 أيام، فمش فترة طويلة قوي، لكن هي 6 7 أيام الحبوب كلها نشفت خلاص. يعني العزل ممكن يكون نقول العزل يا دكتور اللي هو من اسبوع ل 15 يوم مثلا. 15 يوم فتره طويله قوي. لا فتره طويله ممكن اقل من كده. يعني انا اقصد قبل كمان ما نعرف انه اتفضل. يعني لو احنا فرض ان احنا عندنا طفل عنده حبوب ظهرت النهارده، كويس، فانا بحافظ عليه في البيت لوحده بدون اختلاط مع اطفال ثانيه او ناس ثانيه 7 أيام، وبنقول ممكن يوم او اثنين الحبوب اضمن انها تمام خالص، ابتدي اتعامل بعد كده بدون قلق وبدون العلاج يا دكتور بيكون عن طريق كريم او مس او اي حاجه بتتحط على جسم بس؟ لا، في علاجات طبعا، هو اشهرها واهمها هو مضادات الفيروسات، في دواء كده مضاد للفيروسات. تمام. ده لما بناخده ويفضل ان احنا ناخده في اول ظهور للطفح على طول. يعني كل ما بداناه بدري، كل ما بداناه في اول 24 ساعه من ظهور الطفح، ده بيبقى احسن كتير جدا كتاثير ان الطفل يخف بسرعه ولا قدر الله ما يحصلش المضاعفات، لان احيانا المضاعفات بتحصل شديده. صحيح. بالمناسبه هو مرض منتشر واعراضه كلها بسيطه للمتوسطه، لكن في بعض الحالات بيعمل مشاكل كبيره، فاحنا في غنى عن الكلام دوت. اول ما الطفح يظهر والام تشك ان في جديري مائي، تشوف الدكتور اللي بيتابع طفلها ويبتدي العلاج على طول. بجانب زي ما حضرتك قلتي بقى الملطفات بتاعه الجلد، ادويه عشان الحساسيه، ممكن ناخد ادويه للحراره كمسكنات لو في الم، لو في قروح في بقه او حبوب في بقه ممكن نتعامل معاها برضو. ومهمه جدا من ضمن العلاج، ودي حاجه مهمه قوي، ان انا اقص ضوافر الطفل تماما، دي نقطه مهمه جدا عشان ما يهرش في جسمه. بالظبط، لما يهرش في جسمه يهرش بحاجه لطيفه ما يفتحش الحبوب، لان الحبوب لما بتفتح زي ما قلنا قبل كده ان الحبوب لما بتفتح بتنشر العدوى للطفل نفسه، بيزيد عدد الحبوب الجلديه وفي نفس الوقت بينتشر للناس اللي حواليه. مهم جدا كلام حضرتك يا دكتور، وحقيقي مهم للتوعيه وتوعيه الامهات في الفتره اللي احنا فيها دي، لانه المرض فعلا منتشر. ربنا يحافظ على كل ولادنا. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ايهاب ويليام، استشاري الاطفال وحديثي الولاده، بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على كل هذه المعلومات.